من النور على الميه هي ماشيه صراحه البتاع دوت الكهرباء وهتجينا تراها وقعت في الميه. هي عمرها 10 سنين متفوقه دراسيا واصغر اولادي، وهي راجعه من الدرس اتكهربت، اثر سلك متعري او عمود نور، المهم اتكهربت وقعت في الميه. اتصلنا بالنجده، قعد نص ساعه تحت الميه، نص ساعه غرقانه. في الاخر بقى الفيديو اللي حضرات مصر كلها شافته دوت، اللي هو اللودر لما جه كانوا فصلوا الميه، وبعدين خدناها على المستشفى. طبعا لقيناها ميته، بس يعني الناس بتوع الشرطه تعاطفوا معانا ووكيل النيابه ومفتش الشرطه وخلصنا الموضوع. بس احنا بنطالب وبنناشد السيد الرئيس ان يكون في مستشفى في العاشر من رمضان، لان العاشر من رمضان لو حد مات فيها ما بيتسالش، لانها ما فيهاش مستشفى حكومي. طبعا البنت من ساعه ما خدت كهرباء، شعلة كهرباء زياده، راحت اغمى عليها، لا حد يشيل ولا حد يعدل ولا حد يمد ايده وحد يجيب خشبه، قعدوا يتفرجوا عليها. فضلت حتى لما اجى لودر شال البنت، هي العمود عمل ماس فالكهرباء في العمود راحت واقعه في الميه. ففي كان في راجلين واقفين، قعدنا نقول لهم، هي قعدت تقول لي يا عم شيل اختي، قعد يقول لها شيليها انت ودي صغيره مش هتعرف تشيلها. بعد كده الصغيره دي جت قالت لنا، واحنا قعدنا ندور عليها ومش عارفين هي فين، والميه كانت غويطه، وقعدنا نلنا على الشرطه، وقعدنا نلنا بس ما كانش فيه شبكه، لولا البوكس، لقينا بوكس معدي هو اللي جابوها.